فقرة الصباحية الجميلة الجميلة. الحلقة اللي فاتت الناس كلها شايفة ان انت هابس داون. هابس داون؟ كنت هابس داون فعلا. فعلا. كنت هابس داون شوية. ودات بيت ايه؟ لا 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 كتير هابس داونر. الخميس قال لي الكاميرا بتزود 30 كيلو. الكاميرا مزوداني 30 كيلو. قد ايه؟ ايه؟ قد ايه؟ ما اعرفش انا ما ببصش غير في الكاميرا. لان الناس ليلة ليلة مش مشوار ده على اول الشهر. كان بيقول لك لو كلمت ست ستات هرد عليك الشيطان في قصر البارون. امر يا جميل. ايوه الشيطان يا سيدي. انت ممكن اصلا السنه الجايه تلاقي نفسك 2010. لا يا عم مش هحصل. الحاجات دي اتفاقات بس ده ما بيمشيش بسرعه. انت عندك الدوله تقدر تغير الساعه صح؟ ايوه. اللي ما يخليهاش تغير النتيجه. هل تعلم كيف يكون محذوفا بين الناس هو من يشقى قدر السعادة؟ هذا محال صديقي تعال من جاه الأطفال ومراهج للأطفال. انت شايف يعني ايه مقاومة البكتيريا؟ دلوقتي اقول لما يبقى عندك تفضل يبقى عندك حيوي بتاخد له ايه؟ مضاد حيوي. هو الاجسام دي ذكية جدا والله. ما كانش داخل عليا. مرة كنت ماشي على كوبري اكتوبر في شهر 5 اللي فات مثلا اللي هو في عز بقى الكورونا والدعايه وبتاع، وكان في اعلانات كده اللي هي الاعلانات اللي بتتغير دي على شاشه. فجايبين صوره شاب واب وام وكاتبين كده لو بتحبهم ما تروح لهمش. فانا كنت ناسي الكورونا وبعدين قلت ايه ده، اعلان عن عقوق الوالدين في الشارع. خلاص مش هحكي على الاهالي تاني. كان بيجي لي مخالفة دايما يقول لي تم غرامة 300 جنيه لتخالفة السرعة على محور ابو زيد خضر. واضح ان هو محور اتعمل جديد، يعني محور انا بعدي عليه، المحور غالبا في الصالة عندي، يعني محور لو سألت امك اهو يا ابن ابو زيد خضر، يعني ابو زيد خضر واضح. والله مخالفات وصلت دلوقتي 9000. طب اركن اركن دلوقتي. انا هعمل ايه؟ ما انا معرفش فين ابو زيد خضر. اركن دلوقتي. ايه يا شبانه انت بتتحول انت بتتحول زين. لا عمال بدخل وبكتئب. ليه لازم تتعلم؟ ليه لازم الجبر؟ ليه عندهم بره على فكره في ناس على عندنا نعمل حساب المسلسلات. انا ما بعملش حساب المسلسلات. انا عمري ما عملت حساب المسلسلات. ما عملتش حساب حد. لان الناس لان الناس الناس جميله الناس جميله استاهلهم كل يوم الصبح بدري فقره صباحيه الجميله الجميله فيبقى ايه فقره صباحيه الجميله الجميله. حاجات دي فش بتهرب على التلفزيون. حاجات مدركها وصفات ايه الفقره الصباحيه الجميله كيف نشات وترعرعت وازاي قابلتوا اصلا ازاي تعرفتوا على بعض؟ هو انا كنت بكتب في ورشه البلاتو بتاعت احمد امين من البدايه خالص عشان احنا جيران يعني واصدقاء يعني. جميل. فكان خميس ساعتها بيعمل فيديوهات فقلت لا كنت بكتب برضه معاه قبل ما تكتب على طول. فكان كنت انت هتيجي الورشه لسه. فاحمد امين قال لي ايه رايك وبتاع، قلت له يا الخميس عظيم وكده. فدي جت معرفتي بخميس. انا احمد امينه في ايفنت جيمنج، انا بحب الجيمنج ويعني برعى له اي حدث او كده بحب اروح اقدم فيه بلاش وحاجات كده يعني. فقابلت احمد ساعتها فهو كان 70% فبيحب الجيمنج جدا و60% مستنيك يعني ما بعرفش جيمنج. فهو احمد كان نفسه يخش في الكرييتيف رايتنج وفي الكوميديا بشكل عام يعني. فكنا قاعدين بنلعب جيمنج الساعه 6 الصبح، فقال لي انا عايز اعمل حاجه وبتاع. قلت له تعالى، هو في اكتوبر وانا في بيت مصر. فقال لي دلوقتي؟ قلت له تعالى. قال لي نعمل ايه؟ قلت له مش عارف الصراحه. سلام الحاج. بس تعالى خلاص. فجاي فعلا فتحنا الكاميرا فقال لي هنعمل ايه؟ قلت له ما اعرفش الفقره الصباحيه الجميله. وفتحنا الكاميرا وفعلا بدينا نقول اي حاجه، حرفيا اي حاجه يعني. واحده واحده قلت له ما اجيب خميس معانا يعني. فجي خميس واحنا فعلا الساعه 6 الصبح الساعه 6 يعني خميس جه الحلقه اللي بعدها بس يعني بس نيجي الصبح من كازم يعني صح من زي الحلقه بالليل صحيح فلازم نروح بدري يعني. مش انت عندك شغل انت مهندس قد الدنيا؟ لا كان كان بيبقى يوم سبت يوم سبت كده. عمري ما خدت اجازه عشان الفقره الصباحيه. وهي اجازات لحاجات ثانيه بس وهي زيرو سكريبت زيرو تحضير زيرو اي حاجه يعني. احنا بنقعد كده نفتح الكاميرا وربنا ايه
اللي يجي بقى عشان كده شايف المحتوى سيء ازاي. اصلا وانتوا جوه في كنتوا سامعين؟ كنتوا سامعين الضحك يعني؟ هو ضحك يعني دي ضحكتي انا برضه. احنا في ورشه كتابه البلاتو هو كان فيها مجموعه من المجانين يعني كان هشام منهم. كنا بنفتح الكاميرات بتاعه اللابتوبات ونقول اي حاجه. في حاجات فعلا غريبه جدا بتفرج عليها دلوقتي. لا يعني الفقره الصحيه دي بالنسبه لها بسيطه. طيب بس انتوا كان من هواياتكم التمثيل. انتوا لما عملتوا اخر اعلان بيتعرض دلوقتي لا انتوا ناس بتحبوا التمثيل باين انتوا بتمثلوا. هو كان اعلان خميس بس اللي كان طالع فيه وكان فيه قدامه كاست يمكن ما كانش مهيئ قوي الحاجه دي. انا كنت بخرج الاعلان فكنت عشان انقذ الاعلان انا مضطر اعمل دور الراجل. انا كنتش مفروض اعمل انا دور الراجل. فقلت لهم طب تعالوا نتصرف ايه. فقمت لابس لان هو كان الاعلان برضو مش سكريبتد وكان معتمد عن الموقف هنتحط فيه وهنقعد نقول كلام. انت هتعمل اوردر بالظبط. فهو المفروض هو يعني انا ما بحبش السكريبت في اعلاناتي عشان ما بحبش حاجه تبان ان هي ستيج تبان ان هي بتمثل يعني. فلازم انت على حسب ردك هاخد ودي معاك. فيعني الشاب ما كانش مهيئ لحد زي كده. كانت البينج بونج دي تقيله عليه بس كان حلو. مساء الخير بكم على جديده من التحليل الاستراتيجي. التحليل الاستراتيجي الحقيقي. مش متخيل ان في مثلا كاتب معاصر هو اللي يكتب كلمات الاغنيه دي. هي اغنيه لما بتسمعها بتحس كده ان هي بتعبر عن العراقه والاصاله. مثلا احمد بهاء وامير عيد لما جم نزلوا اغنيه بتاعت الكورونا دي وكان بتحسهم برضه ايه سوم مستعجلهم كده اللي هو ايه. بقول لكم ايه بقى اعملوا لنا اغنيه كده. عشان اروح الشغل لازم اركب ثلاث مواصلات. داري الموشك عني وداري داري اللي بتحب تزيد في ناري ناري ناري. الحملة الثانية وده الخطر اللي حصل فيه هنا. كأنك بقيت رسميا بتعمل ايمج للعميل بتاعك كبنك ان هو دي الناس بتعملش حساب. يعني مثلا تعالى نتخيل كده بشكل بسيط. يعني لو احنا قاعدين في وسط شلة مع بعضينا كده واحد من صحابنا راح يسحب فلوس فكل حبايبه هيستلموه. يا اوفا انت متعلكش حساب. اقول لك ده طب هجيب لك قصب ولا بنجة. انسان